شالي الدرر أو ضل يكون القبل كوهاي يا سقوي ميد كلن سوين لسه بابلوي أو كم وشنا ياندرين كود كوادن سيد وقح يهين هشيس دوان دح مري مدح وينها الصومالي لان مسبيح عبدي يا ولبا رز الوزارة هاي توبيا بي أحمد وحي موشين هشيس كاسين ويهي ميد بعض لا إسلام كان الشعب ككل قن قبل ذو قوي مرنبا إسنا قبل دونين وحي مهد بلارن عليا مدح وين حسن شيخ محمود رز الوزارة حمسة قلها وزير رضا برلمان ka shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo si wada jir ah go'aankooda u muujiyay gabagabadii barnaamijkooda waxa ay soo saareen warmurtiyada u dirayaan dawladda federaalka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed iyo waliba beesha caalamka taas oo ay ku muujinayaan inaysan marnaba aqbali doonin in la qaato ta ka kamid ah dhulka Soomaaliyeed hadafkeena kulmiyay waa dareen iyo waajib saaran muwaadin kasta oo dhulkiisa jecel كان صور جيدة مع جراعي يتوب يكون بعد هو بس أرمية بدن هو ياشين بقى كتاع عالمي أبي ياشين يبقى دفاعي اللي من طريق خاصة هاي سنة لنا رقم لا يابين المخلع عنه وكل صعب سنة دونا برنامج كني بحوي يا واحد سوق من قارية برنامج كتالية ده قبل كعولة يكون طبعا مجالات كولومبس وهاي هيدان كان وحكوها يا دوكيمنت عضينا يا انت عرفتوا يا عرفتي لكن لدون يردل يرى الصومالية أنا ولي تاريخ ده هاي إن يوجد سنة كمر كوها كون يسدد بقول يتدوي سجاشن كي وحالة كهري ووضعك صومالي لأن محمية دي إنجليز كهاي إثيوبيا إيطاليان وحكومة يي جبوت فرنسيس وحكومة يي وحالة كهري هندي سو أورانا يا إن لغوسيو دولت ایتالیا دکه دسیلا و حالا یه کارگر لغونه بدلو داد که دگم پروتکتریت سومالی لان مرکز دگم این لصیو داخلیمون لگسیو ریسیف ایریا میشی لورتیری جیگجیگ کمی تای یه میشه لیره هود آر لغومر که حال کامبرا یو دم عصی بدم مصوص علی دمع عدد كي مكان ولا إلى هاي منطقة كبيرة كبيرة وكذي دين وين قادم وين أوه الرجال ولي ما ذلك قد بورسيا دكان قبل كأول يحبها هم مركز دكانا وحين ذلك هو ما يرادك كوري من ذلك مركز يجو أثر هذا إمك أيهين كير أكون تود كير تهاي أول دو دكير فهاي يا المريومة إنك أو أي أول دو كبدن تهاي أو أي سومالي أو دو جوكتو وحنو مرينا يا دم عن إنك ماشى مريا يسكر روادي هاي مركا إتوبيا إنك واحد يقول دوي إن ماشى قاتل ليدا وسيلا كون يا أفر كون يا سجال بقولي الحياة فرتك من السورة جل، وحنو شيء رامركا إلين وقانو، لو ردنا إثيوبيا دمع وفقا، وحنا كتاميين، إلى قرطة دونتها نقطة، وقت جاي دونتها قادو، إلى هانتيان، يبو أنتي هرا بهايستا هذانا هانتيان سيرة يبو خير، وحن آديات وحن نحي، ميل إنتا صوبرني. inta soo qarni kor waran iyo faras iyo jamaac oo yeeshay soo difaaceen in anagu saar u taalan inta nini ay argiisa ka dhaqaajiyo ad sababta tago soo laato ilaado 20 km oo gobolka wadan aad isii miya laga yeelay ta aadiga saliib ka ay ma qaadanayo nini tuska dhaqaajiyay ili haduu karum taay muusiyo berberiye muusiyo yadoo ka deegaankiisa أدي أدمان أمبارينيا موسى يتيم كيسا أد سبب تغي دول دحال أبو كأبو أب كأب أو مد الصومالية دول دليليهين غارهان دل كاميشا إلى ها كوبيري أرى أو دليليهين غارهان مد سمرون أدي أنا وحن ما هينو عدو بسوه قاميو وحن لغي يلي لما أتاسي وانا أمبارينينا لنا عكره وحن أدي هذا المهم قيا ما
بلشة الصومالية دمانتود مدح الصومالية قودهان سيدا ايوبر ايديين كسو بلو مقدشو هرقيسا برعو بورما او انتو او بدن دخل كسو بحين دلان كودنا كود ديدين عقل يموسنا تسين انا لو حان وحسو لقلا هين قيدو والاو الصومالية او ارقا كردي ديدي اديا دارو ما نقيا رنتي موسن بيحي عيدو كلاما ساقطو ما قابل مدن حتى دادك ديگان كيسا بدن كودو كلاما ساقطان وانين اسا صوم ميداميي انتو هاد سبب التقيم مينا نبقى كسو حان بارتي دوني يسكو قرحيو لغن يهلي مالي مرة كورا مهد علينا يا امد الصوماليات اي كرد يدي داي وحيالان دعضو يقايا داعي أنا أعرف أن هذا المكان هو arinta dadada ee lagu magacaabo waxaan iibinayna ama siinayna 20 mayl ee Ethiopia oo ah kooxay iyo sayla taas ma boosa mana dhacayso annagoo nool ma dhacayso taas ma dhacay doonto horeyna uma idin mana dhacayso waa 100 milyan oo la looka habsi inay ku jiraan oo kala mid annagu ilaahay baan siiyay dulkaas lagu beeray مركو حالة هاي وما صورته بيسو موسبيه وفكرة ديال وش العصام واه أنا هذا كنت وريه بقى أنا ودفاع لروكاس أبي أحمد ميد بقى الله هايو أسأل وها برانك واحد ودد أسأل كم يحدون بمشاكل كي بربرانك هاد وكشره مركو أسأل رادين هاي ما لي مقلي هاد سفاح أصور هذه هي وتوبي مال بضيع الخص عضو قنع إنه توبي كو قنعيه هذا كتير توبي سومالي بدي أنا قصرينا وحاسو حنا وقعنا وحريابا مرينيا من السور توبي تونتو ما دولي واين ما ندقالي واين ما ندريني واين أفريقيا ضيع دين يو جو ده كي يعني كي دون أيه إنه دوف صدر ربو أنا ودي نيو ما أهان ما كيوه هريسي توبيا ده مع نوع عنو قلا أي إني أي كده معدين نقول كلو وريكتو لقى بلعبه بقر مني لكي كوات كي لبا إلا حيل السلاسو لما أنتو وحيس كدين إن أي حبا سومالي ده مرون أي كلو وريكان أما أي جبي هم بلو وريكان بس وحي نقطة ريالا سي ريال فشلانتي ما أنتنا تاني وحي نقطة ساميت فشلانتي أو آن سينا بأسعون كرين وعربا أقوين كهرة أوضم أرنتي ده أنتي ده تكوين ده كي تشوغ هذا وهذا الشيء اللي هنا ستاني أنتي عارف تصور شعب هذا بقى أي هل جيسا كوش السنين أرنتي ده هل كا أي كسر بهذي عيب وين أو أه إن أي سكر راعي ويان بلدينا أي كيس تاجيان أرنتم نوعا ما كلام ما قد أسوح على واحد عدين ساعة أقوم تا الشيء اللي يقول كأوضل وش يغير ina wax badan ka dhimayeen tanina waxay noqon doontaa tii kale go'aaminaysay inuu gobolku aqoon dad aqoon leh joogaa iyo in kale maxay yahay arintani ilmaha leh jirka Soomaaliyeed uma baahna inuu ka fikiro xataa hal daqiiqo oo iska cadahay waa waxaan soconay Soomaalida ka soconaysa reer awdalna ka soconaysa inaad go'aan ka midaysan ka gaari weydaan oo madax is gelisaan oo إما كائن ثمان عشر كله هذا جيسا فردان شيء منيو وهو عن سعون العابين اللي قلتها وعربا هل دي معناه قبل كأوضن كم ترى شمولية دا سومالي لان سيدا هل دي معناه محمد حسين ميرانا وكره إن أنا هلك لوجه محل عليو وأن كنتي وشيعو إنه يهاي موادين رأي أوضلا إسلام كان ضد كقبل كلا درينا إن تاني أنت سوبيهن يو
إما كمرك إصابة هذيبة دارين كيس إيو ما أنت واحد ماشي موقفك كتاعي من عاد وأنا ممكن تكشرين بوها سيدو قرع على مدى قبل كقار كم إذا أو كم إذا شيخ حسن دهية شيخ حسن على خيره شيخ عبد الله شيخ الجوهر أنت هو المهدي علينا يا رنتي موقف عد أو عن قبشل هاي أي كلمة شيء وحلاها هاي بريا ما إحنا مو برد هاي بدي ما برد هاي وابدي ما عاد هاي وابدي دي كل بابا كقال أو تلسكا معاك كيار دسوبة بس قال لي وريجي إن شاء الله الله إنك خبط إسقى يأتي وتشي بابا وحلاها هاي تدك دك هو ده شيء يدك سوماري يبقى هيل بابا هاي بدو ولا يدوم ما بعنا جامو ولا سبسة دوب بعنا كنا تبالين على ما بعنا إفادة لنا كعيب بعنا سوال ما تستوي جوتو يعني تنسى كي إنه قرقيات تبع أدي أدم ما تيجي وحرب بياك وعبيد كل كي تلا خفت بياي تلو قريو ما عبيك مصاب يحبك وحرم لا يابتك ما كانوا كي أمسى يا كبر كأولر ووقت كي سيب عدم ماضي يلو حاجة شدة وقت كي قالوا دوني يعني استجري يا بيبي حبته مثلا خو ليس وحدوني تاو انه هو يدي تاع لين هاي بس راعي صح ان شاء الله باذن الله الكريم يو البارك جوغا كسرقعو صومالي واكعو مدحوينو واكعو ليس وسرياش انت انت ليس ودني واحد وكاع تنس كان معك جايه في العالق اي وقت يس دمانه بدك ولا يحق حاجه شد يا دوك المنود ورا يا الله قدره ان شاء الله وي صبحو وحويان والله فطورة دشان كوي فيد كشيدة بيجري فطورة دشان كوي فيد كشيدة بيجري كوي سوا كي إذا أكل سمان بيجري ثابا وعيو سمي كوي سوا كهيا بيجري والله كوي كبر قرو كبر تنا كوي كلا جرام بيجري قرو كبر تنا كوي كلا جرام بيجري ثابا وعيو سمي كوي سوا كهيا بيجري والله نكي بار عطاتا كي بيرك غوي نجري نكي بار عطاتا كوي بيرك غوي نجري ربا وايد سوغي كوي سوغي هي نجري بليديا ودك اللي لاهدو وحاي نوغو سعيح لي إنا عشور كقالتا ودك اللي جيلي كون سيارة بقو كل سيدات وقداتين عفرتين لول كي نوال لغا قفصة دي لان موغي نقودين لول حرم أو بلعاني نقودين هشي سير وعشوري رو دخل عكو سافسة أفرت هو كفبروري بليدي واحد قلت تمالك بدي هذا بالعين مركا موسى تاس بيوجي هاي هشيس كان موسى الحين مترات قصص الحين محويان هدوية قاعدة تذكرها أو ضربوك وذبحينا كموس تقدرين لوكا هذا اللي بحية سيلة على لوك هاي يعني دتك عم ودت تاريخ له سيلة نبى ما نبي تعارك على فيسبوك وقرايو وحوية المحاية تربية كرتا إلهي نبي ودعي وعبد الحبش مركا نكال عن قلائب سبب وحوية عبد الحبش سيلة عواي ماشي نبي قلت دعي سيلة عواي هل كان معك ولي الحبش ما قصر عبد الحبش شكل الشيخ هل كان سيهي انت سبدت كان سيهي الدفاع دي توبي ولقيت بدي معسوك شلينا بي لحي وحيباها قولها أولا من باب المدى ولقيت بقى تم عوي بها كتير لك سنسو سكين تنسي حد العليك وموسى وقع عليه واحد نقول تي سومالي من الهيد سمروني من الهيد سوى حالي وحن وقل له هاي إن سومالي من ذي سوى حال ودليل آه سيدا يبشر سومالي من قبلتي دولة يا شعب ولكم أسي إن هكيس كتاجين قواك الدولة وورا بزوزارة هايو حلو هذه أرسول أعطوه حلك أوضل وحنا دي على الدليل يا الممكن جوك أوضل كل الدنيا ما ممكن تقدر وحنا في ليه واسمه الخاتون مرة بستي أرجع مني هذين أريد تلك أوصل للكودة كما يستيقظ جدا ما اللي تو واحد عاي مظاهرات تاسيس كل واحد وحده لا بقول ولا يرد تجاري ليس كم غريسة نحرق هو مرسو كي نين مدير الكرة هيو، ولا ليه هاي ركاي مدير ليه، ولا كدي كحن، تقول لي رو متى الحبس اللي جاي، وحول السؤال كهاي صاير، هبأنا تمشيتو. وهذا ويدين صار هالكو جارسيه، صار بو البابا لو صار خري
dadkaas uu ka gooyay Soomaaliland maantana wuxuu isku dayayaa inuu awdal ka gooyo marka nacaybku halkaan markuu gaaro waxaad oran kartaa waa madaxweyne maamulaya dad iyo dal uu necab yahay taasina xal maaha marka laga yimaado maamulada iyo gobolaysiga dalka oo dhan ka dhacay dalka soomaali baa iska leh badda soomaali baa iska leh qof waliba halkuu ilaahay dhigana wuu yaallaa laakiin soomaali xabashi inta qof ka nool yahay aqbali mayso inuu gumaysto ama dalkooda ku maamulo waxaan leeyahay markaa waa soo jeedinayaa soomaalina xukumaha maadaa col xukuma yeele nabada xukuma yeeshee col u tooghay qof dhagax rida qof qori qaata wiil iyo gaboodhba awdal ha ka bilaabanta ayaan lahay haddii ay arrintaasi daboodo waa dhexel awowyaad waxaad baayacaysaaye ducufiyaan xeeraanan degin degalka aan ille dabuubtayda maqal oo dacal ku xidha maandhow hadalkayga intaas waxay ku socotaa maamulka uu muuse biixi uu hogaamiyaha u yahay anoo la hadlaya siyaasiyiinta igu matala gobolka oo ay ka mid yihiin kuwa isagu uu maamulo iyo kuwa anaguan soo dooranay ee codka ku yimiday shacabka balse hadda maanta aanan matalin oo waxaa loo soo jeediyo kelihaadda loo keena iyagana anoo la hadlaya ayaa waxaan ku cabbiray waxoogaa ereya ah aanan halkan maanta u marinayo oo leeyahay keliya in uunbay ka hadlaan danta Soomaaliland mar kasta nabadda ha la ilaaliyo nabad nabad nabaddu waa mid inaga wada dhexaysa ma aha mid keliya ummad kelihaati ay iyadu ilaaliso saaran tahayna waajibaadna ku tahay waa mid inaga wada dhexaysa oo ay tahay guud ahaan Soomaaliland iyo cid kasta oo maxaanay meesha degan deris wadaagaba ay tahay in ay ilaaliyaan waa dhulkeenna difaacda soomaali maanta wayna garab joogtaa laakiin horey bay soomaali waxay u dhahday taws nin laba u galgasha talna waa erkiya reer awdal markay dhulka ka kacaan soomaali iyo dadka kaleba weli istaagayaan waayo dulmi baa dhulkoogii lagu soo doontay idinkoo sidaa u taagan oo xayaa baa dhulkiinnii la gatay rag sidiinoo kalayta ah qalinka ku duugay dhulka markaan waxaan odhan lahaa ama adduunka aynu ka maqnaano qabiilada soomaaliyeed ee sharaftalaa ku kala biirbiirno ama reer awdalow ismuutiya gurbajooga idiguna jeebka gacanta geliya jeebku aad buu idinku xanuun badan yahay jeebka gacanta ma gelisaan dadkiina iyo dhalinyarta dhulkii jooga hala diyaariyo isdiyaariya isku diyaariya maamul awdal la yidhaahdo inaad samaysataan soomaali dhammaanteed maanta reerka keliyeen calan maamul goboleeda lahayn waa reer awdal isbishay waa cintayda reer awdal kalka hadlaya markaa guys ismuujiya tolkayo haynu dhulka iska qaadno maanta meelan joogsani meelan jibsanaa garan laana waynu salaamaya alxamdulilaahi waxda sadaqa wacda ونصر عبدا وعسى جندا وهزم الاحساب وحده قلب هذا الشيء تكسر بحي ما انت كو حيرتا يدوك او ضرينا انا يا هاي الايب كرو يا مالو رادر يا عيد دكتاوى اي تهاي هنتو مدير هنتو مدير لما الا تاجر بوشنا قبل كاوضا وسيكو اني مالي وهو يبدا مع قرع علي توبيا صدح waxaan aqbalyoon dareynaa labada aqal ee dawladda Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan go'aanka ay ka qaateen arrinta masiiriga afar in si dhow loola socdo dhaqdhaqaaqyada Itoobiya iyo maamulka Muuse Biixi ka wada gudaha dalka shan in la helo shir weyne guud oo dadka deegaanku kaga cadlisanayaan isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee ka socda geeska lix waxaan u mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed si ay uga hor yimaadaan dabca soo jiray kaa Itoobiya ku doonayso dhul Soomaaliyeed toddoba waxaan baaq cod dheera u diraynaa ururka IGAD midowda Afrika qaramada midoobay
midowga yurub arab liig iyo cid kasta oo dareenaysa xasiloonida geeska inay soo taagaan dabca guracan ethiopia wabillaahi tawfiiq iskuulada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee columbus ku yaal afur xarumood oo ku yaala wadada morris road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxaa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena robert isku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada deeqaha waxbarasho ee dalladda concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa collegekana iyagoo jooga dugsiga sare I started getting like some credit. Waxaan helay dhibcaha college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylasidooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus